محدوده فيها واحد سميتو كيطحنوا فيها ديك الساعه بالماء كانوا يطحنوا فيها. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير صحه لاباس. تقول رايت عبد الحفيظ من مدينه مراكش. انا في بوجميل، بانه كان واحد اللقاء ديال فلاتا اللي كان في واحد الجماليه اللي هي رائعه بما معنى الروعه، اللي كان في الطبيعه. يعني جوج المسائل، المساله الاولى هي طبيعه الله، والمساله الثانيه هي الطبيعه ديال الخدمه اللي درنا، بانه هو واحد العمل ديال لاسكولتور اللي كان من واحد الطرف ديال الشجره اللي هو ميت. ولكن ما تصعدناش باش نخرجوا نخرجوها من هنا، بانهم من الشجره اللي هي مثلا كبيره وهي راه ميته، هي راه ميته، ولينا قطعنا منها، وليت قطعت منها واحد الطرف، واحد الطرف من هنا. هو علاش خدمنا لا ناتور؟ لان دابا الشجره ملي كطيح كتموت كيفكروا الناس باش يديوها للعافيه، ولكن انا ضد بينها باش تمشي تحرق في العافيه، كدير بها واحد العمل فني. دونك بانه هذا اللقاء هذا داز واحد السيمانه اللي هي ما شاء الله فيها الفنانه اللي هما كلهم، يعني صراحه شرف ليا باش تلاقيت معاهم، وكان داك الشيء رائع بالنسبه لفلاتا، بانه تدير مجهود على قبال باش يكون الجمال ديال الاعمال الفنيه اللي كتدار تكون جميله بزاف. منهم ما نبقاوش نفكروا بانه ديما المعريض راه هو كاين في واحد لا غالوري ولا في واحد المحل اللي هو مثلا فيه الضو وفيه كذا وسميتو. دابا درنا واحد المعريض اللي هو مثلا في الطبيعه، في لا ناتور، في وسط الجبل، طبيعه من داك الشيء الرفيع. العمل اللي عملت بانه هو عمل اللي هو اللونو ديالو بروتيجي لا ناتور. تندير على العود الميت، يعني العود اللي كان ميت تنخدم عليه باش كتحيي ليه، تتعطيه واحد الحياه اخرى. العود فاش يمشي مثلا للعافيه تتعطيه بينا واحد الحياه، اللي تتعطيه واحد الجماليه واحد كذا. وسيختو دابا اللي عجبني انا في هذا العمل هذا، هو بانه هو لونو ديالو بروتيجي لا ناتور، يعني بحال قلتي بانه هذا العود هذا بيساهم في واحد البلعاد ديال الافكار ديال ميم الاطفال، ميم الناس اللي هما ما فاهمينش بانه العود راه يمكن حتى في الجبل بانه راه يمكن تخدم به شي حاجه، ماشي غير في وسط المدينه كنديروا به مثلا ذوك الاعمال اللي كيدخلوا للغالوري وتيدخلوا لكذا. ولكن انا فرحان بانه باش اول عمل اللي هو كان في الجبل ديال بوجميل، يعني صراحه جا جميل صراحه هي هادي. وثانيا بانه مناش ملي تجي تشوف في العمل بحال هكا تتلقى بانه درت حتى الطيور، بانه هذيك الكاميله اللي درت تما ديك المقله درتها للطيور باش يبداو يجمعوا بيناتهم ويبداو يلقاو فين يفرخوا ويلقاو فين فهمتيني، بانه كاينه الطبيعه ديال الله تبارك وتعالى، ولكن كاينه واحد الطبيعه اخرى اللي هي ديال البشريه. انا لي شرف بانه درت هذا العمل هذا هنايا، ونتمنى بانه الناس اللي هما في المنطقه يقدروا يتهلاو في هذه المسائل هذه، ويبقى يعني خالدين ابدا. يكون في الله quand j'étais invitée pour Flata j'ai pensé que les montagnes ici sont très très beaux mais là-bas en bas il y a beaucoup de poubelles aussi et comment on peut faire une combinaison qui est intéressante. Donc nous avons récupéré cette buse d'en bas et il a posé ici et je voulais le couvrir avec du porcelaine de fesses
comme des plantes. Comme les plantes poussent surtout sur les rochers, la culture humaine aussi, ça pousse partout. Et en même temps, ça c'est un tunnel. C'est un tunnel pour les gens qui font une balade ici. On peut se cacher pour le soleil et pour la pluie. هذا الاخ من الناس اللي هما مثلا ديال المنطقه، هو جاب لنا هادو التداول بان هو اللي فيزيت اللي جاو، ولكن انا هو الاول، انا الاول اللي ديت ديك اللي كبيره، هو دا هادي ديال ما عرفت واش فيها، ما عرفتش شي فيها، انه راه مجهود هذا اللي تدار دابا هنا باش تحتفظوا على هذا الشيء. انا اللي وصايا نوصيك هو من انت تقول لواحد اخر باش هذا الشيء تحتفظوا عليه، ولا شتيها مثلا اسميتوا عليه بطيح ولا كذا يمكن تزكيها ولا كذا، ولا فهمتيني تنتهلاو في هذا الشيء الدراري باش ما يلعبوش فوق من داك الشيء، وهذا تيوريهم بنادم شنو كاين. حنا دابا في مهرجان في لاطاس ليناه سبعه ايام ديال العمل، نجزنا بعض الاعمال الفنيه، سبعه ديال الاعمال اللي تحطت في الطبيعه في منطقه بوجميل. التظاهره كانت رائعه، كان الحضور كان ديال الفنانين اللي قاموا باعمال فنيه في الغابه وفي الطبيعه. بالنسبه لهذه التجربه لهذا المهرجان، هي رائده في فن الارض، هو واحد الفن اللي هو جميل وعنده علاقه مع الطبيعه، وكنشتغلوا على بقايا الحطام ديال الاشجار. وبالنسبه لي عندي جوج المشاركات، عندي واحد المشاركه واحد العمل فني اللي هو الشخص، سميته الشخص، هو عباره على تركيب ديال بعض الاجزاء ديال الحطام ديال الاشجار، وكنركبهم بطريقه يعني كنشكلهم بالحديد، يعني كنركب بين جزء وجزء ديال الخشب كنركبهم بالحديد. وكاين عمل اخر اللي هو مصنوع من بقايا الحديد المستعمل، وحاولت نوظف به واحد العمل اللي الموضوع ديالو هي السمكه. كنشكر المنظمين ديال المهرجان، وكنشكر الناس اللي جاو عندنا من فنانين ومن بعد الاصدقاء اللي سبق لهم شاركوا في هذا المهرجانات، المهرجان هذا ديال فلاطا. وكنشكر المنظمين، وكنشكر كاع الناس ديال المنطقه اللي تاحوا لنا فرصه بالضيافه ديالهم وبكل شيء، بالكرم وبالعمل حتى هو، يعني هما بدهم ساهموا معنا في هذه الاعمال هذه وساعدونا في بزاف الاشياء. وكنتمنى التوفيق للجميع وشكرا. Tu vois, on prend le thé toute la journée, on prend le thé. Là-bas, tu trouves pas le temps. هذه منطقة مدر الرحمة. مدر الرحمة. كاين عاود هذيك الحافة من فوق العالية، الحافة القبيبة. الحافة الظهور. نوادر الجبير. الدار ذا شفوز. عاد لك أنا المواضع كاملة للسياحة. الحافة الحمة. حجرة الحمة، الباب السند، الحافظ الروضة، شريف حمدان، محمد، بجميل، شارب بجميل، إيوا، الجذوذ كانوا هنا عندهم الكسب وعندهم كل شيء، دابا بقى غير الكحت.
الشمس وراه مواليه الحمد لله. والله يجي من دي يصلح بينا. اي والله من دي ذوينا عيننا ما بقينا نفرزو ما بقينا والو الحمد لله شيد الله. حاج حمد البروج جيد توريستيك دي مونتاني دي اسباس ناتورال. Je suis un forestier retraité qui a travaillé dans la zone plus de 40 ans de service. Je connais bien la zone. Au lieu de rester, savourer la retraite, j'ai repris mon service avec le guide touristique de montagne pour ne pas perdre l'équilibre. Et nous sommes en train de faire des randonnées, des visites, on reçoit des gens de l'extérieur, de l'intérieur. Et nous sommes sur les lieux. Monsieur Michaud m'a invité, je suis venu l'assister. On espère que le projet se lancera bien. Inch'Allah. Barakallahu alaykoum.